استغل الفرصة حتى أشكر جميع قادة دولة الإمارات بشكل عام، وأخص بالشكر سيادة الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد على العطاء الكبير اللي بقدموه لدولة الإمارات، لمواطنين دولة الإمارات وللوافدين للمقيمين في دولة الإمارات. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لأعلى الاتحاد، وكما عودناكم دائما بتسليط الضوء على قصص نجاح ابتدأت وما زالت داخل دولة الإمارات. رحبوا معي اليوم بضيفي رجل الأعمال المهندس عبد الله السايح. بالبداية أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم بشركتي هون بإيطالكو ميدل إيست، شرفتونا بهاي الزيارة الحلوة. يعني سيد عبد الله، لو أردنا أن نتحدث عن أبرز المحطات العلمية والعملية التي مررت بها منذ البداية، كيف كانت؟ طبعا أنا درست هندسة ميكانيكي بإيطاليا بال 1987 وخلصت دراستي، وبعدين بلشت يعني كان حلمي من صغري اني اسوي شيء كبزنس صغير اللي ما كنت حابب ادخل في مجال الوظيفي. نعم. فالحمد لله خلصت دراستي وبعديها على طول عملت شركه فرديه، على اساس ما كان عندي رأس مال، ما كان عندي اي مقومات حتى اسوي اي بزنس. نعم. والحمد لله شوي شوي الامور بلشت، طبعا جهد كبير وتعب كبير، واساس تعرف يعني بدون رأس مال، بدون نعم. مساعدات، بدون أي شيء، هذا نعم. يعني مهندس، قبل التحدث عن الشركة وعن تأسيسها، دعنا نتحدث عن أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت السيد عبد الله عند تجسيد حلمه إلى أرض الواقع. طبعا الصعوبات الأولى البداية كانت مقسومة لقسمين، خلينا نقول أول شيء صعوبات من ناحية مالية، يعني ما كان متوفر أي رأس مال أو أي دعم. والصعوبة الثانية إنك طبعاً أنت بدك تبلش شيء وأنت ولا شيء، يعني أنت طبعاً في بداياتك بالنسبة للكاستمر، بالنسبة للسبلاير، أنت
يعني ما يعني ما في اي ثقه من الجهتين خلينا نقول، فهي الصعوبات الكبيره اللي كنت لازم اتعداها. نعم، يعني مهندس دائما صناعه الاسم ليس بالشيء السهل. دعنا نتحدث عن تاسيس الشركه وعن يعني اختيار اماره مثل اماره دبي، يعني وجد فيها الكثير من المنافسه العاليه داخل الدوله، دعنا نتحدث عنها. طبعا انا اسست الشركه الام في ايطاليا سنه 94. كانت زي ما حكيت لحضرتك كانت شركه فرديه في البدايه، وبلشت بطريقه كثير صغيره. يعني اذا بدك بعطيك لمحه عن الطريقه اللي بلشت فيها، وبال 2011 قررت اني افتح في دوله الامارات العربيه المتحده لعدة أسباب. أول شيء للموقع الاستراتيجي أكيد لدولة الإمارات. نعم. ثاني شيء من ناحية لوجستية للميدل إيست ولأفريقيا، موقع استراتيجي أكيد. والنقطة اللي أهم التسهيلات اللي موجودة للشركات اللي تفتح في دولة الإمارات، مش موجودة بأي دولة بالعالم، وهذا أكبر دليل للحلم اليوم للأوروبيين بشكل خاص إنهم يفتحوا ويستثمروا في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم، ما هي الآلية التي تتبعها الشركة يعني لمواكبة التطورات داخل دولة الإمارات؟ طبعاً أنا اللي حاولت من بداية تأسيسي للشركة إنه دائماً نطمح للأفضل وللأحسن على جميع الأصعدة. اليوم إحنا بنمثل 10 شركات إيطالية لمناطق الميدل ايست ولمناطق ايست افريكا. طبعا هاي الشركات هي شركات ليدر في المجال بتاعها، في مجال الود وركينج ماشين ومجال الاندستريال ماشينري، خاصة لدولة الامارات يعني تسعى دائما للافضل ولاعلى تكنولوجيا في العالم. احنا اليوم بنقدر نوفر اعلى تكنولوجيا في المجال تاعنا من شركات هي ليدر في هذا المجال. نعم، يعني مهندس دائما النجاح ليس بالعمل الفردي، من الاشخاص الذين ساعدوا المهندس لصناعه اسم له داخل دوله الامارات؟ اليوم طبعا الحمد لله الاسم يعني موجود وصار من الاسماء اللماعه، هذا طبعا اول شيء الفضل لربنا. بعد هيك للتيم اللي بيشاركني كل يوم في هذا الشالنج. نعم، يعني لو اردنا ان نصف النجاح كما يراه المهندس عبد الله ما هو؟ النجاح انا بقسمه لاسمين. الاسم الاول لازم انه يعني you have to believe in what you do، هذا الجزء الرئيسي. والجزء الثاني انه يعني انا بحكي عن شخصي، انا بحب الشغل اللي بعمله، يعني my business or my job يعني زي my baby. فعشان هيك ما بحس بالتعب، ما بحس بال خلينا نقول بالجهد، بحس بالمتعة. نعم. لما أشتغل هذا الشغل أساس سويته من ولا شيء، واليوم الحمد لله أصبح شيء. نعم، يعني دائما النجاح لا يقف عند نقطة معينة كما تحدثنا، ما هي أبرز التطلعات التي يطمح لها المهندس اليوم؟ اليوم طبعا الحمد لله احنا في وجودنا في جبل علي في دولة الإمارات بشكل خاص عم ندخل لأسواق كبيرة، عم ندخل في تحديات كبيرة، بس الحمد لله يعني حاطين أهداف كبيرة أمامنا ومشغالين عليها. نعم، يعني مهندس دعنا لا ننسى كل الدعم التي تقدم حكومة دولة الإمارات لدعم الجميع المستثمرين المتواجدين داخل الدولة. من خلال تجربتك، ما هي أبرز الخدمات التي يلاحظ المهندس فيها دعم دولة الإمارات؟ التسهيلات اللي بتنعطى للشركات هذا ما بتواجهه في أي دولة في العالم. هون أنت عندك في تسهيلات كبيرة، أنت الشركة فيك تفتحها خلال فترة بسيطة، ما عندك ضرائب، ما في عندك أي ضريبة على الدخل. بعدين أنت اليوم في شغلة مهمة جدا إنه الناحية اللوجستية رائعة، يعني إحنا اليوم توصل كونتينرات لجبل علي خلال نفس اليوم أو ثاني يوم بتكون عندنا في ستوراتنا. نعم. ما في التعقيد اللي موجود في دول كثيرة إنه ممكن ياخد أسبوع أسبوعين شهر الكليرنس تاعت ال الماتيريال. مهندس دعنا نتحدث عن آلية عمل الشركة وأبرز الخدمات الموجودة فيها.
طبعا احنا المجال تاعنا اللي هو الاندستريال ماشينري بنمثل اليوم 10 شركات ايطاليه بشكل خاص في مجال الود وركينج ماشين، مجال الالومنيوم ماشين والستيل والاير كومبريسرز. طبعا احنا وكلاء حصريين لهي الماكينات للجي سي سي والايست افريكا. نعم. وتعاملنا الرئيسي هو مع الديلر، احنا بنتعامل مع الايجنت في الخليج ومع الايست افريكا. نعم. يعني مهندس اثبت ان لا شيء مستحيل من خلال تجربتك، بدات من الصفر في شركه او مؤسسه صغيره والان تمتلك يعني من اهم الشركات الموجوده على مستوى الشرق الاوسط. من خلال تجربتك لو اردنا ان نوجه رساله الى الشباب المقبل على العمل، ما هي رسالتك ستكون؟ اليوم العالم تغير بشكل كبير والشباب هم اكيد المستقبل بشكل عام. يعني لازم انا برايي انهم يستثمروا باشخاصهم، لازم يستثمروا باي مجال هم بحبوه، ولازم ما يوقفوا امام اول عائق بوجدوه اساس الحواجز والعائق. هذا شيء موجود وبيحصل كل يوم، بس لازم انهم يتحدوا ويتعدوا جميع العوائق. ودولة الامارات خاصة بتساعد وبتدعم الشباب بشكل كبير، فلازم ينتهزوا هاي الفرصة ويبنوا البزنس اللي هم بيحبوه. ليس رواحدة بل ألف لا للمستحيل، ألف لا طاولة تحمل